بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. بس عايز اكلمكم كده عن موضوع بتاع الفرق بين روسيا وامريكا في الاخلاق. جو بايدن النهارده عمل حاجه غريبه قوي. عمل ايه الباشا بقى؟ راح معين متحدثه باسم الرئاسه الامريكيه، يعني ربنا يعافينا وعافيكم، من المثليين. تخافوش يا جماعه، دخلت النفق، بس من المثليين. بوتي بقى الناحيه الثانيه ضد الموضوع ده تماما، ضد الموضوع ده تماما. ده ليه؟ الثقافة الغربية برضو مهزوزة، تحس كده ان يعني ايه، مدي على شمال شوية يعني. ربنا يعافينا يا رب ويسامحنا يا رب. تحس فعلا الثقافة الغربية والامريكية بالخصوص، طبعا الاوروبية معاهم داخلة بديلهم، تحس ان كده عالم ما عندهمش مبادئ، ما عندهمش اخلاق، كل كلامهم وتصرفاتهم شمال في شمال. يعني ده للأسف حاجة تحزن يعني طبعا. بس معني تعال نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس تعيين كارين جان بيير متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لجين ساكي التي ستترك منصبها في الأيام المقبلة، وستصبح جان بيير امرأة سوداء مثلية تشغل هذا المنصب. وقال بايدن في بيان: كارين لن تسهم بالخبرة والموهبة والنزاهة اللازمة لهذه المهمة الصعبة فحسب، بل ستواصل قيادة الطريقة التي يتم بها التواصل خلال عمل إدارة بايدن وهاريس نيابة عن الشعب الأمريكي. وأضاف أن جين ساكي قد وضعت معيارا لإعادة اللياقة والاحترام إلى غرفة الإحاطة الصحفية بالبيت الأبيض. وستبدأ جان بيير رسميا مهمتها في آخر يوم عمل لساكي في 13 مايو آيار. وذكرت شبكة CNN في أبريل نيسان أن جين ساكي كانت تخطط لترك منصبها لتعمل في شبكة MSNBC. وكانت جان بيير أصبحت في مايو الماضي ثاني امرأة سوداء في التاريخ تعقد المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض، وعملت في فريق الاتصال منذ أن تولى بايدن منصبه، وقبل ذلك كانت مستشارة لحملته. وقالت ساكي عبر حسابها على تويتر: إنها ممتنة للرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن. ووصفت جان بيير بأنها امرأة رائعة، مشيرة إلى أنها ستكون أول شخص من السود والمثليين تعمل كناطقة باسم البيت الأبيض. وأضافت ساكي: التمثيل مهم وستعطي صوتا للكثيرين، ولكنها أيضا تجعل الكثيرين يحلمون بما هو ممكن حقا. وتابعت: لا أطيق الانتظار حتى أرى تألقها، لأنها ستجلب أسلوبها الخاص وتألقها ورشاقتها إلى المنصة. بعد ما شفنا تقرير، هي دي الأخلاق الغربية. طيب يعني مش عارف أقول إيه والله، يعني ربنا يسامحنا على اللي عايز أقوله. يعني هو إحنا وصلنا، يعني الأمريكان والثقافة الغربية وصلت معنا لفين؟ يعني هي واسطه معانا لفين؟ بتصدر لنا البلاوي السودا كلها. يعني بتعمل رئيس، بتعمل متحدث باسم الخارج الرئاسه الامريكيه، تعمله من المثليين، تحطه تعليم هم المثليين، واحده ست هي زي ما شفت في التقرير من المثليين. يا سلام، ده ايه ده؟ يعني هي مش عارف ايه ده، الناس ما بتتكسفش وما بتتحركش، ما عندهاش اي اخلاق ومبادئ. هشوف تعليقاتكم بقى في التعليقات تحت، واتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير. عايز اقول لكم ان انا اتوقف على قناه الربح للاسف، واتمنع ظهور الاعلانات لاسباب انا ممكن اكون مخطئ في بعضها، لم يكن مخطئ في كلها. هضرب بالحق فضيله، انا كنت بجيب فيديوهات جاهزه وبحطها، وده كان اكبر غلط انا كنت بعمله. فاتمنى يا رب، محتاج دعمكم زي ما انتم شرفتوني بالاشتراك، اتمنى تشرفوني بتدعمكم ليا ووقوفكم معايا بالتعليقات و السبسكرايب والشير. جمعكم هاني، شكرا، حز الله اكبر، سلام.